شارك حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه جمع المصلين في أداء صلاة عيد الأضحى المبارك، وذلك في مصلى العيد بقصر الصخير. كما شارك في أداء الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والأنجال الكرام وكبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيس مجلس النواب وكبار المسؤولين وكبار ضباط قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني. الله أكبر. 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 الحمد لله الملك القدوس السلام، أكمل لنا الدين وأتم الإنعام، وجعل الحج خاتم أركان الإسلام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شرع لنا خير ملة وأحكم الإحكام، وأصلي وأسلم على نبينا محمد أزكى الأنام، وعلى آله وصحبه الهداة الأعلام، ومن تبعهم بالحق واستقام وسلم تسليما كثيرا. صلوا رحمكم الله على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، إذ قال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، واحفظ يا مولانا مليكنا. اللهم اجعل له من عمره من طال عمره وحسن عمله، اللهم واحسن عمله في كل خير يا رب العالمين. اللهم اجعل له من أمره رشدا، وكن له معينا ونصيرا وظهيرا، والبسه ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم وفق جميع ولاتنا بتوفيقك، واعنهم على أمور دينهم ودنياهم يا رب العالمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ووالدي والدينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء له، وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العزيز الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. وعقب انتهاء الصلاة تبادل حضرة صاحب الجلالة مع الحضور التهاني والتبريكات بعيد الأضحى المبارك، شاكرا لهم تهانيهم الطيبة ودعواتهم الصادقة، سائلا جلالته الباري عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة على البحرين وشعبها الوفي باليمن والخير والبركات.
ورفع جموع المصلين أجمل التهاني وأصدق التبركات وأطيب التمنيات إلى العاهل المفدى بهذه المناسبة الكريمة، مبتهلين إلى المولى العلي القدير أن يعيدها على جلالته بدوام الصحة والسعادة، وأن يوفق جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ليواصل حفظه الله قيادة مسيرة الخير والعطاء من أجل رفعة ورقي مملكة البحرين ومصلحة الأمتين العربية والإسلامية، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم بقيادة جلالة الملك ونهجه الحكيم لتعزيز مكانة المملكة ودورها الفاعل في محيطها الإقليمي والعربي والدولي، ومشيدين بما حققته البحرين في عهد جلالته الزاهر من إنجازات ومكتسبات عديدة وما تشهده من تطور وازدهار في جميع المجالات لكل ما فيه خير ورفاه الجميع.